moins cher. من الاحترافيه واقع اليوم سعداء جدا انه بهذا المشروع نديروا شويه لا كونتاميناسيون بوزيتيف بهذا المشروع نديروا هذه العدوى الايجابيه للفرق الاخرى باش تمشي بنفس الخطوات اللي مشات بهم اتحاد العاصمه ومسؤولين اتحاد العاصمه فيه مرافقه 28 فريق اللي استفاد احتراف اللي استفاد من قطع ارضيه لابد اليوم حان الوقت باش ندوزوا لخطوه اخرى هي خطوه الاحتراف بانجاز هذه المراكز لو جوور سي نو باس با او موان 5 6 اور دو سون طون dans un centre de formation c'est pas assez pour qu'il puisse faire de la concurrence ou de la compétition avec ses collègues à l'international. مطلوب ايضا من الانديه الكبيره باش يعني تفوز بالمقابلات وتدي تتويجات وخاصه على الساحه الافريقيه والعالميه ولكن باش يكون عندهم القدرات الى تحقيق هذا الاهداف لازم تكون عندهم كما نقولوا تكوين وتكوين كبير ليسمح للفرق مثل اتحاد العاصمه باش يكبر الحجم تاعهم ويكونوا عندهم يعني القوه يعني بالانجاز الاهداف ان شاء الله المسطره. لما جئنا الفريق اتحاد العاصمه كان المشروع باش نديروا ان سونتر دو فورماسيون ولا ان سونتر دو بريباراسيون دو جون. دونك اليوم الحمد لله الحلم يعني نجح جا اليحول ان شاء الله نبداو في المشروع ومن هذا يعني المشروع تولي اتحاد العاصمه يعني تنتج شبان ودي جوار بروبر اليوسما.